أرفزها من بعض الأفراز. فتحت البوابات على بركة الله. اندفاعا موفقا سيداتي أنساتي سادتي، يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في مجراية شوطنا الخامس. أفراز الانتاج الأربع سنوات من صفر إلى انتصار على مسافة الميل، مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 85,000 ريال. تبدأ متشكرة في المرتبة الأولى مع محمد الحبيب بشعار خالد سعد مشرف بن شنان. أيضا نشاهد من بين الجياد مصارحة بشعار الأبيض، ومن المسار الخارجي قرارات بشعار سلطان الغنام. أيضا تظهر تشوم من المسار الداخلي من خلفها مات عوى، كذلك حسناء العناية. شاعرة تتمركز من خلفهم خامسا، ومخطوبة في المركز السادس، وأيضا رغيدة في سابع المراتب. هنا بدأ محمد الحبيب بإعطاء الإشارة لمتشكرة من المسار الداخلي ابنة ماتشو ماتشو القدوم لمصارحة، وقرارات لم يعطيها الإشارة حتى الآن. عادل فريدي تشوم تبحث عن مسار، وشاعرة قادمة مع نواف الفيروز برفقتها الذافة مع جرون ريميت. مشاهدينا متابعين الكرام، أفراس الانتاج أمهات المستقبل في صراع البحث عن الانتصار الثاني. هنا بدأت قرارات المحافظة من قبل متشكرة مع محمد الحبيب. توفرلينج الفاصلة قادمة ماتعة حسناء العناية، هنا مع أليكسس مورينيو تبحث عن مسار. شاعرة في أولى المراتب بشعار مازن الزيداني مع نواف الفيروز أعطاها الإشارة الآن بتوسيع الفارق. الحذر من القادم أفندارة مع ريان طويرش. شاعرة هنا بدأت بتوسيع الفارق، شاعرة في هذا المساء تسجل هذا الانتصار بشعار مازن الزيداني. ألف مبروك ابنة نورثن أفلت.